Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पारा नंबर 6 की सूरह अल माईदा और ये इसका पार्ट 53 है जो कि हम आयत 111 से पढ़ना शुरू करेंगे. हाँ, मेरे पीछे एक एक वर्ड सुनकर रिपीट करते जाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِجِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. تمام ورڈز ملا کر پڑھیں گے, سن کے ریپیٹ کریے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِجِينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. تمام ورڈز ملا کر پڑھیں گے. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم. تمام ورڈز ملا کر پڑھیں گے. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. تمام ورڈز ملا کر پڑھیں گے, سن کے ریپیٹ کریے. اذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها. ملائنگنكو. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا
मिलाएंगे इन तमाम वर्ड्स को। وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ نیو لیسن آیت 114 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ کل کی کلاس میں دوبارہ سے آئیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔